منصة الكتب الأكاديمية Vital Source. عزيزي عضو هيئة التدريس، من أجل تسهيل عملية التعليم عن بعد من خلال توفير الكتب والمراجع الإلكترونية عبر نظام Blackboard، تم التعاون بين عمادة شؤون المكتبات وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث يمكنكم إضافة كتب إلكترونية من منصة Vital Source إلى مقررك الدراسي على نظام Blackboard، وذلك من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى تحديد الكتب من خلال منصة KAU Vital Source، والمرحلة الثانية نسخ رابط الكتب إلى نظام Blackboard. أولاً، تحديد الكتب على منصة KAU Vital Source من خلال الخطوات الآتية: من موقع الجامعة قم بالدخول على صفحة عمادة شؤون المكتبات، من أسفل الصفحة اضغط على منصة الكتب الدراسية الإلكترونية Vital Source، من خلال محرك البحث الموجود بالمنصة ادخل اسم الكتاب أو المجال وليكن كمبيوتر، ثم اضغط على بحث. في صفحة نتائج البحث اختر الكتاب المطلوب. في صفحة معلومات الكتاب انسخ الرقم قبل حرف R إن وجد من رقم SKU. ألصق الرقم في نهاية العنوان التالي في ملف نص جديد، ثم قم بحفظ الملف. ثانياً، إضافة الكتاب إلى Blackboard باتباع الخطوات الآتية: من خلال مقررك الدراسي على Blackboard اضغط على إضافة عنصر القائمة، ثم اختر منطقة المحتوى، أدخل الاسم الكتب الإلكترونية، ثم حدد متاح للمستخدمين، ثم اضغط على إرسال. اضغط على رابط الكتب الإلكترونية الذي تم إنشاؤه. في صفحة الكتب الإلكترونية اضغط على إنشاء المحتوى، ثم اختر ارتباط الويب. في صفحة إنشاء ارتباط الويب أدخل اسم الكتاب من خلال نسخة من منصة Vital Source، وانسخ رابط الكتاب من ملف النص الذي تم إنشاؤه سابقاً، إلى حقل URL، ثم حدد هذا الارتباط خاص بموفر أدوات. في خانة الوصف قم بإدخال وصف الكتاب، ويمكنك نسخ الوصف من منصة Vital Source. ثم اضغط على إرسال. اضغط على رابط الكتاب، ومن خلال صفحة Bookshelf اضغط Continue. أدخل بريدك الجامعي، ثم اضغط Continue. لمرة واحدة سجل بياناتك، ثم اضغط على Finish لتنتقل إلى صفحة الكتاب، حيث يمكنك معاينة الكتاب كما سيظهر للطلاب. عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز، نعمل من أجلكم ونقدر تعاونكم.